من فضلك يا استاذ. حاضر. متشكره جدا. تاني برضه كل يوم هنا؟ معلش يا استاذ زنبلك، هو انا مضايقك في حاجه؟ يا ستي مش مضايقاني، بس صعبان عليا تعبك. امضاءاته خدتيها عايزه ايه؟ كفايه عليا اشوفه لغايه ما يجي يوم وياخد باله مني. يا ستي انا وعدتك 100 مره هساعدك في الوقت المناسب، مفهوم؟ كده متشكره جدا يا استاذ، وربنا ما يحرمنيش من ظرفه. مبروك. وحب وحيد، انت بقى هتاخد بالك من موسى شهر بطول وانا بحاول الفت نظرك ولا كانك هنا. بس لو كنت ترضى تكلمني انا متاكده انك هتحبني زي ما بحبك. حبيبي وحيد، ازاي يهون عليك ايه المعامله؟ ما هو الرجاله ما يجوش الا بكده، لازم توريهم العيد الحمراء. تمام. وبعدين حصل ايه؟ زي كل يوم رفضت قبله، فضل يترجى فيا ويترجى واقول له لا ويترجى ويقول لي دي بوسه بريئه يا حبيبتي يا نوسه، انت مصدر الهاني، انت الشعر اللي بيندلق عليا ويطلع انهار من الاغاني. اقول له برضو لا. وبعدين ولا قبلين ركع صعب عليا، سبت له ايدي يا قلبي. وبعدين فضل ماسك ايدي وهو راكع وقال لي والدموع في عينيه، انت بقى يا حبيبتي يا نوسه هتاخدي بالك مني؟ شهر بطوله وانا بشوفك في احلامي، شهر بطوله وانا قاعد احوش في صوري، امتى بقى يجي اليوم اللي تلمنا فيه صوره واسيب ولع اللي بغني لها وترقص لي، ولع اللي بحبها متيني وسواريه، وكل الناس عارفه ان احنا ما نستغناش عن بعض. وبعد كده عايز انا نصدقك يا شيخه؟ بص على قدك، روحي شوفي لك مغني من سوق الكانتو. انت هتلبخي مش مصدقاني؟ لا. طيب بص بعينيكي، بص مع اعجابي وحبي. ولا وحبي مش من نفس الخط. اصل ايده اترعشت هو بيكتبها، دي كلمه مش بسيطه. ايه ده، هو اللي اترعشت ولا ايدك انت؟ انت هتفضلي تستغفلينا لغايه امتى؟ اقول لكم بالحق كل الكلام اللي بتقوله ده كدب كدب. لو كان وحيد هنا كان عرف ازاي يرد عليك ويدافع عن حبه وسعادته، لكن من بختك انه مش سامعك. لا يا شيخه، مش سامعني؟ طب والله لا خليه يسمعني. يسمعك؟ امال التليفون ده معمول لايه؟ تليفون؟ بس اعملي حسابك لو جه هنا مش هيحصل. طيب بس يجي. خلاص ذنبك على جنبك. الو، ايوه هنا مسرح كروان الليل. مين؟ الاستاذ وحيد موجود من فضلك؟ قول له نوسة عايزاه ضروري. حاضر، ثانية واحدة من فضلك. استاذ وحيد؟ ايوه. تليفون. مين عايزه؟ واحدة مفتول اسمها نوسة. مين نوسة دي كمان يا سوحي؟ مش عارف، يمكن واحدة معجبة. يا أستاذ زنبلك. يا سيتريك تراك. رد على التليفون وحبيبك. تراك راح راح. ألو يا أستاذ وحيد؟ أنا وحيد أفندم. اتفضلي ورينا بقى. ألو، أنا نوسة يا وحيد، بكلمك من المعهد في حكاية لو قلت لك عليها هتزعلك خالص. حكاية إيه ونوسة إيه بس؟ أنا ما أعرفش واحدة اسمها نوسة. الله يسلمك، وإزيك أنت يا وحوح؟ وحوح؟ لا ده أنت باين عليك ناوية تطبخي. طيب نخليها الساعة 4، هنتقابل فين بقى؟ في العباسية إن شاء الله. ودلوقتي من فضلك في السكة بلاش تلقيح جدك. تريك تراك تريك تراك. يا سلام، دي غني لي تبقى تسمعني اللحن كله لما نتقابل. قلت ايه؟ طيب طيب، باي 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 يا وحوح. هيقول لها ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة. وروحي الله يسامحك، انا ما حبيتش اذيكي، كفاية عليكي كسوفك. اديك سمعتي بودني. ايه هو اللي سمعته بودني؟ المهم ان انا اشوف بعناية. ان كان ده يريح قلبك، حضرتي ما عندهاش اي مانع ترتب لك ميعاد، ولو انه في الاحوال اللي زي دي العزول ما يبقاش مرغوب فيه. عزول؟ يا بنات يا بنات، حصه الاستاذ جه. الاستاذ اديني الدوكه يا. لا بأس، انا هبتدي التقسيمه من نفس المقام اللي احنا هنغني منه الموشحه، ودو ما اقفل التقسيمه تكونوا كلكم جاهزين علشان تبتدوا البدنيه الاولى من بالذي اذكره، مفهوم؟ 1 2 3
المزيكا مش تقولي لي المزيكا الحديثه؟ ومالها يا بابا المزيكا الحديثه؟ ده انا ياما نفسي اكمل تعليمي على يد الاستاذ وحيد. ما بقاش الا سي وحيد يا اخي. شال الله يا سي وحيد يا ميمتي. عن اذنك يا ميمتي. اه يا يما وانا بنام لوحدتي. اه سافر ازاي من غير ما تديني خبر؟ هي مين؟ ولع يا اخي ولع. ولع؟ ايوه ولع. هعمل ازاي في غيابها يا ناس؟ يعني يا سيدي كنت بتاعي حضورها ولا حاجة. إنما كنت بكلمها كنت بشوفها. تصور هقعد شهرين شهرين من غير ما اشم ريحتها. يا سلام، قد كده بتحبها؟ أيوة يا بشرف، لدرجة إني عرضت عليها الجواز. جواز؟ أهو ده اللي كان ناقص. بقى عاوز دخل في عيلتنا واحدة من بتوع هز يا وز. وفيها إيه يا أخي؟ الرقص فن، إحنا أحسن منها في إيه؟ أنت فنان لي لأن مخك فيه مزيكا، أنا فنان ليه؟ لان جيبي في بنك نوت. هي فنانه ليه؟ لان وسطها بيلعب. انتهينا، بقينا خالصين ولايقين لبعض خالص. ايه الكلام النشاز اللي بتقوله ده؟ بقى تركب لي نهوان على سيكا وعايز اللحن يطلع جميل؟ ده كلام عيب. مفيش عيب في الحب، انا لازم امنع السفر ده حالا. يا اخي يا ميماتي يا ميماتي. اه يا يما وانا بنام لوحدتي. اه يا يما. ولا اخيرك؟ نعم. ولع ولع من فضلك. متاسف ما عنديش كبير. انا بقولكش على كبير، بقولك الست ولع. الست ولع الرقاصه. بقول لها مين بيه؟ يا زينه بيه بشرف طير. تراد حدا بعت البيحة. تراك ترك تراك ترك تراك ترك تراك ايدك اليمين. مين؟ تريك. كمان مرة كمان مرة يا تزالي كمان مرة. شوية اهتمام. حياة شوية روح. حاضر حاضر حاضر. شوية شغلاعة. أهلا أهلا يا أرض. احفظي ما عليك يا أرض. بلعي ما عليك. مرسي. إيه اللي جابك السعادة يا غزال الفلك؟ والله جئت لأدري من أين أتيت ووجدت طريقا فمشيت. وإيه اللي خلاك تفرم الهن؟ أوى النار يا ولعة والجوة. جت أوى. مرسي. العفو. انت عارفه يا ولعتي لازم عيني تشوفك كل يوم علشان اقدر اعيش، لازم ودني تسمع صوتك. انا اوتوموبيل وانت محطه البنزين، لازم امر كل يوم اخد ولو نص جالون عواطف علشان اقدر امشي اقدر اتحرك. وناوي حضرتك بقى تجرج هنا؟ يا ريت. انا جاي اسالك، انت مصممه تسافري اوروبا؟ طبعا مصممه. طب ايه رايك؟ انا مستعده ادفع لك اضعاف اضعاف اللي كنت هتكسبيه هناك، بس خليكي هنا ما تسيبنيش. اشفاي على الاوتوموبيل الغلبان ده اللي ملوش ستبن غيرك. فهمتك 50 مرة قبل كده اني بحب اوتوموبيل تاني. مين؟ وحيد؟ ده ماركة فظة. انا مستعد خرشمهولي. تعرف لو مديت ايدك عليه اخزق لك عينيه. ودلوقتي زق عجلك من هنا على سرعة 90. يلا ما تعطلناش. زق عجلي؟ طيب بكرة تشوف هيعمل له ايه في غيابك. يا انا يا هو. سيداتي انساتي سادتي، هذه هي رقصة الوداع للراقصة المشهورة ولعة، تؤديها على أنغام مطربكم المحبوب الأستاذ وحيد.
بعضي ما كانوا وياي فرقنا بحر ملوش ضروري سفرك يا ولعة. انت لسه ناقصك نجاح؟ يعني عايز تفهمني انك متضايق قوي من سفري؟ طبعا متضايق، وانت ازاي تشك في شعوري نحوك؟ اذا كنت بتحبني صحيح كنت اتجوزتني من زمان. يا ستي ادي احنا فيها، بلاش تسافري ونتجوز على طول. بتقولي كده دلوقتي عشان عارف ان انا ماضيه كونترات ولازم اسافر. اخس عليك، ازاي تفتكري فيها الفكر ده؟ امتى هيكون في بيننا ثقه متبادله؟ لما نمضي عقد الجواز. يا ستي ادي احنا فيها، يوم ما ترجعي من السفر نتقابل دغري عند المأذون. صحيح يا وحيد. وحياتك انت عندي. أنا دلوقتي حسافر والدنيا مش سيعان وحوريهم إزاي يكون الرأس. مع السلامة يا حبيبتي، أتمنى لك كل نجاح. وأنا أتمنى لك العمى والطرش والخرس. إيه؟ العمى والطرش والخرس؟ أنا عملت لك إيه؟ مؤقتا لحد ما أرجع. عايزاك تبقى أعمى عشان ما تبصش لغيري، وعايزاك تبقى أخرس عشان ما تكلمش غيري، وعايزاك تبقى أطرش. لا وعلى إيه؟ بلاش حكاية الطرش، حكم أنا أطرش خلقة. ويكون في علم أنا صحيح مسافرة باريس، لكن عينيا سايباهم هنا عشان يراقبوه، وإذا بصيت لوحدة غيري هخرب بيت. لا مفيش لزوم، إن شاء الله ترجع بالسلامة وتلاقيني مستنيكي هنا والمأذون في دراعي. أيوه. مع السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. اتفضلي يا أمورة، أتمنى لك كل نجاح. خلي بالك منه يا زنبالي. ما تخافيش، ده أمانة في قلبي. الطيارة قامت. ايوه يا بيه. نزلوها، اسحبوها، هاتوها ارضي. هو حضرتك كنت مسافر؟ مش انا اللي مسافر، قلبي اللي سافر، روحي اللي طلعت لفوق ولا قدرتش اودعها. نزلوها، هاتوها لي، هاتوها يا ناس. ازاي بس يا عايدة عايزاني اعمل فيها فصل زي ده؟ انت مش بتحب نوسة؟ ايوه بحبها، لكن مش عايز اذيها. تأذيها ازاي؟ بالعكس، ده انت كده هتكسبها. ازاي؟ لما يجي وحيد وتعرف ان حبها الخيالي ده ما منوش اي فايده، بعد كده هيخلالك الجو. فكره كده؟ طبعا طبعا. يلا يلا بينا. الو، مسرح كروان الليل، هنا معهد الموسيقى. إذا سمحت من فضلك تقول للأستاذ وحيد إن الأستاذ مدحت عايز يقابله دلوقتي حالا هنا في المعهد ضروري. حاضر يا فندم. أستاذ وحيد؟ أيوه. كان في تليفون دلوقتي عشانك. من مين؟ مدحت بيه عاوزك تروح له في المعهد ضروري دلوقتي. ما قالكش عايزني ليه؟ لا يا فندم. ده لازم علشان بنات المعهد اللي كنا طلبناهم. طيب عندنا نص ساعة، ممكن نروح نرجع أوام. بالتأكيد. اهلا وسهلا استاذ البيت. اهلا وسهلا استاذ وحيد، شرفت يا فندم ونورت منورت. اهلا وسهلا استاذ زنبلك. الله مالها دي؟ لا ولا حاجه يا فندم. نوسه نوسه نوسه، في ايه يا برنامج؟ استاذ وحيد، استاذ وحيد. وحيد؟ ايوه وحيد. مالك اتخضيتي ليه؟ انا ما اتخضيتش ولا حاجه، افتكرت. ودلوقتي ادي الجمل وادي الجمال، ان كنتي بتعرفيه صحيح تعالي كلميه قدامنا. ايوه بس يمكن ينكسف. ينكسف ولا خايفه لنمرتك تنكشف؟ انا مش خايفه من حاجه. خلاص بسك عليه، يلا كلميه. هكلمه. ما كلموش ليه؟ قال ما كلموش. قال يلا هكلمه. وحيد ايه المفاجاه المدهشه دي يا حبيبي؟ ايه المفاجاه المزعجه دي يا مدموزيل؟ اعمل معروف وطي حسك. وطي حسي ليه؟ ارجوك يا استاذ، انا وقعت من السماء وانت استلقتني. طبعا اللي زيك وقعت من السماء، من قاذفه قنابل. وحياتك يا استاذ ما تكسفنيش. اللي هطلبه منك مش هيكلفك شيء. بقى انا يا استاذ وحيد بحبك من بعيد لبعيد. حبيتك العافيه. بحب الحانك الجميل، بحب صوتك المليان حنان، وكنت تملي بكذب على البنات اصحابي واقول لهم انك انت كمان بتحبني. ايه بحبك؟
انا شفت خليتك قبل كده. صحيح يا استاذه انا اتحديت عليك، لكن معلش اصحابي لما شافوك هنا احرجوني واتريقوا علي وقالوا لي كلميه قدامنا عشان نصدق انه بيحبك. شايفهم؟ بصي عليكم، شايف ازاي بيبصولنا؟ اعمل معروف يا استاذ، ما تكسفنيش قدامهم، كلمني، اعمل نفسك بتحبني عشان ما يشمتوش فيا. حال قوي، انت شويه شويه تقولي اتجوزني عشان ما يشمتوش فيك. يا ريت يا استاذ، ده يبقى يوم المنى يوم الهنا. يلا والنبي يا استاذ. على فين؟ حط دراعك ورا كتفي، نعمل نفسنا بنحب بعض. بنحب بعض؟ ايوه قصدي نحب بعض تمثيل بس. طيب خلصيني، انا هقبل علشان خاطرك، بس اوعي تاخديها جد. لا لا يا استاذ، ودلوقتي امشي معايا، ولما نقرب عند الباب اديني ميعاد لبكره. ميعاد؟ ايوه. انت هيخص عليك ايه؟ معروف هتعمله في واحده، مش هتنسى لك الجميل ده ابدا. امال هتخرجي الليله الساعه كام من المعهد يا اسمك ايه؟ يا نوسه يا حبيبتي. النهارده مش هقدر اقابلك يا حبيبي يا وحوح. امال بكره هتقدري تقابلي وحوح يا نونو؟ ان شاء الله. تحب فين؟ في التياترو، اوعي تنسي بكره في التياترو. طيب يا حبيبي يا وحوح. باي باي. باي باي يا وحوح. باي باي. سكه سكه سكه. في حد منكم عنده سؤال؟ زي العاده بيشرح لي غرام وترجاني اشترك معاه في الروايه الجديده. صحيح طبعا، في دور البطل. على فكره حابه اشوف لك دور بسيط كده على قدك. باي باي. يا باي. عجبك كده يا ست عايده؟ اهي جت على دماغنا احنا الاثنين. على العموم حابه اشوف لكم حاجه. نوسة تسمحي؟ عن اذنكم. تفضل. صحيح الكلام اللي سمعته؟ ايوه. هتشتغلي مع الاستاذ وحيد؟ طبعا. نوسة انت عارفه ان انا بحبك من زمان، انا خايف عليكي قوي من الاستاذ وحيد ده. انت بالنسبه له ولا حاجه، لكن بالنسبه لي انا انت عندي كل شيء في الدنيا. انا مستعده اكون جنبك طول العمر. ميرسي يا نبيل، انا عارفه شعورك نحوي وانا كمان بعزك، لكن ازاي اقدر ارفض المجد والشهره؟ المجد والشهرة دي أوهام يا نوسة، أرجوك ما تجرحيش قلبي. بكرة تنسان، أنت لسه شباب وألف من يتمناك، وعلى العموم الصداقة اللي بيننا مش ممكن تتغير أبدا. أبدا؟ أبدا يا نبيل. ريك تراك ريك. يا ستي مش كده يا ستي تريك، خلي بالك من تراك اللي في الوسط. ريك تراك، خلوا بالكم، واحد اتنين تريك تراك تريك تراك. رشاقة رشاقة مش كده مش كده. يا استاذ ايه هو ده؟ امال فين بقيه الرقصات؟ بيلبسوا تحت يا سيدي. مجوش. طب بلاش دلوقتي، نبتدي بالغنوة. المغنية جاهزة؟ جاهزة خالص، استريحوا دلوقتي شوية. موسيقى. جاهزة؟ قوي قوي يا أستاذ. أهدي فرصة للنصر اللي كنت وعدتك بيه، ما تكسفنيش، لحسن نروح في داهية إحنا الاثنين. ما تخافش يا أستاذ، والمغنية الثانية وزعتها، ما تخافيش، بس أنت شدي حيلك يا رب. ونجمة ولع. الله يولعك. ميرسي. تريك تراك تريك تراك. أنت صحيح صوتك جميل يا مدموزيل. ما أنا عارفة يا أستاذ، وعشان كده جيت حسب الميعاد. أنت مبسوط مني؟ مبسوط جدا. أنت ما سمعتش صوتي. أمال إيه الكروان اللي كنت بسمعه دلوقتي؟ ده قلبي اللي كان بيغني. وتفتكري قلبك ده يقبل يشتغل معايا؟ ما عندوش مانع، بس على شرط يمثل دور البطلة والبطل يحب. ما فيش مانع أبدا، إنما في التمثيل بس. إن قدر البطل. أقدر أقول لكم مبروك؟ أنا من جهتي موافق. وأنا من ناحيتي لكم عليا أخلي بابا يوافق. في خيالي رعيتها. صباح الخير يا بابا. صباح الخير. صباح الخير يا عمي. بونجور نوسة. رايت تعالي هنا. انت بتعددي على مين؟ بحدد ايه يا بابا؟ ده انا بغني. بقى الكلام الفغلي اللي بتقوليه ده مغنى؟ ده سب علني. ازاي يا بابا؟ ده لحن جميل من الحان الاستاذ وحيد، لحن تانجو. تعال قوي، هي قله الادب وصلت بيك لحد التانجو؟ بكره كمان تقولي لي اشرب سجاير. هو التانجو قله ادب يا بابا؟ قله ادب وقله ذوق ونونوه قطب. من هنا ورايح مش عاوز اسمع لا تانجوهات ولا منجوهات ابدا في البيت ده. يعني عايز تحرمني من المجد من الشهرة؟ انت علمتني المغنى ليه؟ مش عشان اكون مغنية عظيمة. لا، انا علمتك المغنى عشان تكوني مغنية قديمة مش عظيمة. ودلوقتي لما جات الفرصة عايزها تروح مني. في اقدار تقولي لي ايه هي الفرصة اللي جات لك دي؟ الاستاذ وحيد كلمني عشان اشتغل معاه في الرواية الجديدة. مين؟ وحيد؟ مش ممكن ابدا. سلام يا بابا، والنبي يا عمي تقول له ما تخليهوش يحرمني من السلم. سلم؟ ايوه سلم المجد. بنت عندها حق،
زي يا بشرف يا اخويا عايز تحرمها من السلم. انا قلت ايه يا بابا؟ على شرط يكون السلم قديم. ما انا اقنعت الاستاذ وحيد يغير شويه في السلم ويغني قديم. ان كان كده ما عنديش مانع. وامتى راح يكتب لك الكونتراتو؟ بكره اكون معاكي. مبروك. هات بوسه. اتفضل. اهلا نوسه. الله مين؟ الاستاذ بشرف. اهلا وسهلا. اهلا دي خطوة عزيزه. اهلا وسهلا. الله وانتم مع بعض؟ ايوه ابقى انا ابوها. ابوها المدموزيل تبقى بنتك؟ لا ابقى انا بنتها. اما مالكيش حق يا نوسه. انت زي ما تفهمينيش ان الاستاذ بشرف يبقى والدك. اصلي ما حبيتش استغل اسم بابا علشان ما اثرش عليك. مالكيش حق. اهلا استاذ بشرف. اتفضل. دي خطوه سعيده. اهلا وسهلا. الله يحفظكم. طبعا خلصت لنا الكونترات. امال جاهز يا استاذ؟ وكتبت لنا فيه بشكل واضح ان بنتي ما تغنيش الا المغنى القديمه. ايوه طبعا يا بابا. احنا متفقين من امبارح مش كده يا وحوح؟ وحوح ده يطلع يستمع. ده يطلع انا. تشرفنا. اصل هنا اسم وحيد مودرن شويه. أيوة. فعشان خاطرك سميناه وحوح. يا سلام تعجبني احيانا. تسمح نقرا الكونتراكت؟ اتفضل. اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. اتفضلي. ها طلعتي على الروايه كويس جدا يا استاذ. تفتكري تقدري تقومي بدورك؟ ما تخافش يا استاذ، ده انا ممثله جامده، ده انا مهلوبه، ده انا نازله من بطن ماما ارتست. ليه هي بطن ماما فرقه رمسيس؟ كويس. على العموم يا استاذ دلوقتي تشوف، دلوقتي تتهوس، ده انت هتفضل تسقف لما الدم يخر من ايديك. يا ساتر. يا استاذ زنبلك. يا استاذ اسمحوا لنا 5 دقايق نعمل بروفه. حاضر حاضر. اتفضلي اتفضلي. 5 دقايق راح. ايوه ستي. ودلوقتي بقى هنمثل المشهد الرابع من الفصل الثاني. حاضر يا استاذ. والموقف يتلخص في انك بتحبيني قوي قوي يا استاذ. هو ده هو ده. مش الروايه عايزه كده يا استاذ. ايوه انما اروق شويه. حاضر. وانا كمان بحبك. صحيح يا استاذ. يا ستي لا، ده اللي مكتوب هنا. يا خساره. وبعدين الجو رايق والقمر ساطع بنوره وانا وانت سكاره بخمره الحب وبنحكي اشواقنا لبعض، لكن انت خايفه ومكسوفه. طبعا يا استاذ. حافظه كلامك كويس؟ طبعا يا استاذ. اتفضل يا سيدي. موسيقى. قمر الزمان حياتي روحي. ايه هو ده؟ هو ده بنقول خايفه ومكسوفه. ما انا مكسوفه هو يا استاذ. مكسوفه خالص. طب تسمحي تتكسفي اقل شويه من كده؟ حاضر يا استاذ. كمان مره. اتفضل. قمر الزمان روحي حياتي. هقول حياتي. قمر الزمان حياتي روحي. بتحبيني يا قمر الزمان؟ اسأل عيني اللي دبلهم السهر، اسأل قلبي اللي ضناه الحب. أنا عطشان، أنا عطشان يا قمر الزمان، اسقيني من خمرة شفايفك. اشرب يا حبيبي. لا 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 لا. ايه هو ده؟ يا ست هانم لما أقول من خمرة شفايفك تنكسي وتطلع تجري. يا ندامة أجري إزاي وأسيبك عطشان؟ يا ست الرواية مكتوب فيها كده، المؤلف قال كده. صلحها يا أستاذ. صلحها إزاي؟ يا ست نوسة أرجوك تمثلي دورك زي ما كتب المؤلف. لازم تردي وتقولي كده. ما تقولش كده يا قمر الدين وتسيبيني وتجري. وانت هتجري ورايا يا أستاذ؟ لا يا ستي لا. طب أنا هجري ليه بقى؟ ما هو المفروض لما تجري هقولك ارحميني يا قمر الزمان، هصعب عليكي تروحي راجعة وبيساني. أبوسك. حلو نشتغل يا أستاذ. نشتغل يا ست هانم. طيب قول. انا عطشان يا قمر الزمان، اسقيني من خمرة شفايفك. ما تقولش كده يا قمر الدين. ارحميني يا قمر الزمان، ارحميني. ايه هو ده؟ لا لا يا استاذ، الحتة دي ما اتعملتش كويس، نعيد تاني. اتفضل. طيب طيب طيب. قول. انا عطشان يا قمر الزمان، اسقيني من خمرة شفايفك. ما تقولش كده يا قمر الدين. ارحميني يا قمر الزمان، ارحميني. برضه ما جاتش كويس يا استاذ، نعيد تاني. يا ستي خلصيني اعملي معروف. اعمل معروف يا استاذ مره كمان. دي اخر مره. حاضر. قول يا استاذ. انا عطشان يا قمر الزمان، اسقيني من خمره شفايفك. ما تقولش كده يا قمر الدين. ارحميني يا قمر الزمان، خلصيني. ايه ست هانم ده؟ يا استاذ متهيألي ان الموقف ده لسه ما استواش. لكن انا استويت خلاص، كفايه كده يا اختي النهارده. اتفضلي شوف شغلك يا استاذ زنبلك. تعالي معايا. يلا بروفا بروفا. يلا انا ليك. ريك ريك ريك. ده شيء كتير
كتير خالص، انت زودتيها قوي يا نوسه. ازاي يا قمر الدين؟ هو انا ما كنتش حافظه دوري؟ انت حافظه بشكل فظيع، انت كسفتيني قدام الارتيست من كتر ما انت حافظه. امال عايزني اعمل ايه يا استاذ؟ عايزك تكوني اعقل واثبت من كده، مش تنزلي فيها بوس. اصلي اندمجت في الدور خالص، اعذرني يا قمر الدين. اولا انا اسمي وحيد، ثانيا الاندماج ده زياده عن اللزوم. طب ما تزعلش يا وحوح، بكره هكون احسن من كده. لما نشوف. ودلوقتي اتفضلي، مع السلامه. البروفه الثانيه امتى؟ وبعدين بكره. بكره اتفضلي. الى الملتقى يا قمر الدين يا وحوح. وبعدين بقى، والبروفات كانت ازاي النهارده يا نص؟ يا سلام يا عمي، لو كانت كل البروفات بالشكل ده يبقى ما فيش اجمل من التمثيل. والاستاذ وحيد ايه رايك فيه؟ قصدك قمر الدين؟ قمر الدين؟ ما هو اسمه قمر الدين وانا قمر الزمان. قلتيلي. وعلى كده قمر الدين وقمر الزمان دول نازلين حب في بعض، ها؟ في التمثيل بس يا عمي، لكن في الحقيقة هو ما بيحبنيش. وحاجات كتير في الحياة بتبتدي بالتمثيل وبعدين تنتهي بالحقيقة. يا ريت يا عمي. شوف يا نوسة، الحب منشأ الصدف وأحيانا الفرص. في الروايات المؤلف بيخلق الفرص. في الحياة أحيانا الصدف تعاكس. يوم الشاطر اللي يعرف يساعد الصدف. ازاي يعني؟ ادي حاجات بدري عليك تفهميها، انما انا متنبه لك ان الصدف هتساعدك. ربنا يسمع منك يا عمي. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه بقى يا روز. الله، انت مش طالع معايا يا عمي؟ لا بكل اسف، انا هكمل على الفيوم، عندي شغل. الفيوم فجاه كده؟ شويه اعمال مستعجله لازم اخلصها. وهتتاخر هناك حسب الظروف بقى. سلمي لي على بابا قوي. ها، الله يسلمك يا عم. بالعكس، كنت عايز اقول لك بخصوص الاستاذ وحيد، ما تشغليش بالك ابدا، وان ساعدتك الظروف ساعديها انت كمان، وتاكدي ان كل شيء هيتم على حسب رغبه قلبك. ربنا يخليك يا عمي. مع السلامه. الله يسلمك. تعرف يا دنجل ان قلبي متاخد، مش عارفة الناس هتقابل هنا الرقص الشرقي ازاي. هتهوسيهم بإذن الله. بس لو كان وحيد معايا كنت اتشجعت بوجوده. مدموزيل ولا عاوزة سيبه في ايدي. وي بيقولوا ايه؟ والله ما انا فاهم بيقول ايه. We'll be right back.
مدهشة يا ولعة، مبدعة ولعة. اعمل ايه اعمل ايه عشان تكون لي انا لوحدي؟ اعمل ايه اعمل ايه علشان تنسي وحيد ووحيد ينساك؟ اعمل ايه اعمل ايه نوسة؟ مفيش غير نوسة. حاضر، دقيقة واحدة من فضلك. ما تقولش كده يا قمر الدين، ارحميني يا قمر الدين، ارحميني. اتفضل اشرب يا قمر الدين. تليفون يا ست نوسة. بعدين بعدين اشرب. ده بيقول انه والدك. بابا طيب جاي يا حلو، عن اذنك يا قمر الدين. اتفضلي. الو بابا. نعم. اسمعي، انا لازم اسافر دلوقتي حالا عند عمك في الفيوم، ما اعرفش حصل ايه بالظبط. على كل حال خير. لا مش هتأخر، هكلمك الليلة في التليفون علشان أطمنك. طيب يا بابا، تروح وترجع بالسلامة. سلم لي على عمي كتير خالص. مع السلامة. ها خير إن شاء الله يا نوسة. ده بابا كان بيكلمني عشان أعزمك على العشاء. متشكر خالص. طيب بمناسبة ايه العشوة دي؟ بمناسبة عيد ميلاد الكونتراتو ومرور 15 يوم على امضاء. عال قوي، ده اول عيد ميلاد من نوعه. بس ضروري العشوة دي جدا يا استاذ. افتتاح المسرحية بتاعتنا كمان اسبوع، وبابا بيتشائم خالص ان ما كناش نحتفل باتفاقنا. لا 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 لا، انا ما يخلصنيش ان ابوك يتشائم. انا حاجة يا ستي. صحيح يا استاذ. ايوه. تحبي اجي الساعة كام؟ 9 بالظبط، اوعى تتأخر. لا حاضر، اتفقنا الساعة 9.
استاذ وحيد. استاذ وحيد تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله الله الله، ايه العظمه دي كلها؟ كل ده علشاني انا؟ ده اقل ما يجب عشانك يا قمر الدين. امال فين الاستاذ بشر؟ اسكت، خبر مزعج. ايه خير ان شاء الله؟ مش عمي وقع واتكسرت رقبته؟ اتكسرت رقبته يعني مات؟ قصدي اقول رجله. وبعدين ايه الخبر المزعج ده يا نوسه؟ كده زي ما بقول لك يا استاذ، بابا اضطر يسافر له الفيوم وبيعتذر لك قوي وبيتمنى لك سهره سعيده جدا. تحب تاخد حاجه قبل العشاء؟ شاي، قهوه، شيشه؟ شيشه؟ اديني شويه ميه ابلع بيهم الخبر المؤلم ده. حاضر حاضر يا استاذ. ماشي. اتفضل. قول لي وحيد، انت مبسوط من اندماجي في المسرح يا قمر الدين؟ وحيد، اسمي وحيد، قمر الدين في الروايه بس. ما انا كنت هكلمك في الروايه، مكتوب في الدور ان البطل اللي هو حضرتك هتقابل البطله اللي هي حضرتي في جنينه القصر وتقدم لها كرسي وتقعد على كرسي تاني. المؤلف كتب كده؟ المؤلف ده لازم ما حبش ابدا. الاصول يا استاذ ان الجنينه يكون فيها مقعد لطيف مستخبي بين الزهور والورد والياسمين، يتقابلوا فيه الحبيبين بعيد عن الانظار زينا كده ويناجوا بعض، وهي تحكي له عن حبها وتقول له صورتك ماليه قلبي من جوه. واو. هو ده كلام معقول خالص؟ انما الاندماج ده ملوش لزوم. اسكت احسن، تشوشر على افكار. وبعدين يركع. اركع 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 احسن، ما عنديش وقت. أيوة. امام من ركعت. امسك ايدي كده. ايوه ايوه. ويقول لها يا حبيبتي يا نوسه او يا قمر الزمان زي بعض. زي بعضه. زي بعضه. انت بالنسبه لي كل شيء في الدنيا. قول قول يا استاذ قول. حاضر، يعني لما اقول ده يرضيكي؟ ايوه ايوه يا استاذ. طيب قول. طيب قمر الزمان، انت بالنسبه لي كل شيء في الدنيا. قمر الزمان، انت بالنسبه لي كل شيء في الدنيا. قفشتك يا مجرش. ما تشوشرش على افكارنا. خطيبي. خطيبك؟ ايوه، خطيبها اللي انخدع فيها، خطيبها اللي عاملاه جردل وبتخونه مع طشت زيك. لا لا لا، من فضلك قبل ما تلبخ افهم الموضوع كويس. افهم الموضوع كويس؟ الموضوع ظاهر زي الشمس يا ديب يا مجرم. انا لازم اقتلكم انتوا الاثنين واشرب. يا نوسه فاهمين موضوع قبل ما يعملها؟ العمر مش معزقه. نبيل حرام عليك، انا بريء وهو بريء. ايوه وشرفك، انا بريء براءه الديب من دم ابن يعقوب. ايوه بس الديب دكها ما كانش بيشرح غرامه لابن يعقوب على انفراد. لكن انا استاهل ان خطبت واحده خداعه زيك ما عندهاش ضمير. الرصاص خساره فيكم انتوا الاثنين. خدي ادي دبله الخطوبه بتاعتك اهي، وانت حره وانا حر. يا سيدي. نبيل حبيبتي. نبيل متشكر جدا. العفو، انا في الخدمه دايما. مبسوطه من تمثيلك جدا يا نبيل. موسى انا عايز اقول لك ان انا فعلا مش دلوقتي، بكره في الميعاد. الدموع الدموع يا نبيل. غرفان غرفان نبيل. بزياده عياط يا نوسى، انا اسف للي حصل. عايش ازاي في الدنيا بعد اللي جراني؟ يا اسمتي اللي زي بعضها. بقى اسمتك انت ولا اسمتي انا؟ كان لازم حضرتك تخلي البطل اللي يركع تحت رجليكي. فكره مؤلف اللي وحشه ولا فكره حضرتك اللي زي الزفت؟ بكره بابا لما يعرف هيتبحت اكيد. ويمكن يتبحني، ده انا لسه ما شبعتش من الضهر. يعني انا مش شبعت؟ يعني انا هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ احمد ربنا اللي جت على كده. خطيب راح، بكره يجي لك 1000 خطيب غيره. مش معقول، هو بعد فتحة النهارده هلاقي حد يخطبني؟ انا لازم اسافر لبابا في العزبه واحكي له على كل حاجه قبل خطيبي ما يقول. فكره عال، مع الف سلامه. ايه صحيح، ما عندكش دم، ما عندكش انسانيه، عاوزني اسافر بالليل لوحدي؟ امال انا عايزاني اعمل لك ايه؟ مش انت اللي جبت المصيبه دي لنفسك بسببك انت. تعالى معايا يلا. اروح معاك اعمل ايه؟ توصلني لحد بابا في الفيوم. يا ست روحي اركبي تاكسي، اركبي قطر، خدي الاتوبيس. اخاف لوحدي، يمكن اسورق تفوقني، يمكن اعيط تسكتني، يمكن اموت تدفني. والله يا عال، يعني عايزاني اعمل لك حنوتي على اخر الزمن؟ يعني مش عايز تيجي توصلني؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده استهانم؟ ده انا. الله، من فضلك الدركسيون حفلت من ايدي، ابعد عني. معلش استحملني انا زعلانه شويه. طب طب هدي اعصابي، خلينا نوصل بالسلامه، اعملي معروف. ياني ياني اللي مش لاقيه صدري، عنوني ياني. وقف العربيه يا مطلع. لا 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 لا، اوقف ليه؟ حمود اعصابي تعبانه، روح روح هتطلع. لا 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 نوسه. نوسه نوسه نوسه. لا لا انا فين؟ احنا في الصحراء، في طريق الصحراء، اعملي معروف فوقي بقى. واه واه، حاسه اني هتخنق. نزل لي نزل لي في الهواء. حاضر حاضر حاضر، ارتاحي شوي. نوسه نوسه. انا بشرب. ايوه بشرب، انا بكلمك من الفيوم. اندهيلي ستك الصغيره. ستي الصغيره؟
نزلت يا سيدي وقالت انها هتحصلكم. هي لسه ما وصلتش؟ لا ما وصلتش. ونزلت بقالها قد ايه؟ 3 ساعات؟ مع مين؟ الاستاذ وحيد؟ طيب طيب غزاله بيه بخير. اطمئن ما تخافش. عاجبك كده؟ بقى تجيبني من مصر لحد هنا عشان شكه بسيطه في جنبك؟ تبقى في قلبي يا شيخ وتقول بسيطه. ده انا بحب، ده انا متعذب يا اخويا يا بشرف. دي ولعه، دي نار قايده مش قادر اطفيها. دي مصيبه هتطبق علينا. من تحت راسك بنت ركبت مع ولد غريب بتاع صامبا ورومبا وجاي تقول لي قلبك؟ يا اخي جاك وجع قلبك، مين عارف بيعملوا ايه؟ مش احسن شويه دلوقتي؟ ايوه بس مش عارفه، زي اللي حاسه اني بردانه شويه. اقفل لي شبابيك من فضلك. شبابيك؟ شبابيك ايه؟ شبابيك الصحراء؟ صحراء؟ هو احنا لسه في الصحراء؟ ما وصلناش عند بابا، ده زمانه هيموت من الخضه. يعني انا اللي هموت من الضحك؟ حضرتك بتنكد دلوقتي؟ من غلبي. طب من فضلك وصلني عند بابا يلا. ولا بلاش. ربنا يفوت الليلة دي على خير. الله ترى ايه؟ ما تمشي. مش عارف العربية مالها، مش عايزة تقوم. نعم لا اسمع، انا ما تخلش علي امور اوانطة زي دي. ايه اوانطة؟ ايوه اوانطة. انت عايز تدعي ان العربية خسرانة عشان تخليني قاعدة معاك هنا؟ يا سلام على نبهتك، اصل قد كده سعيد بوجودك عشان كده عايز افضل مع حضرتك في الصحراء. طب ما تسوق، مستني ايه؟ لما العربية تقطش على دمها وتتحرك. ما تتحرك انت وتنزل تكشف على الموتور. مش عارف صبحت بوش مين النهاردة، لازم زنبلك. اعوذ بالله. ايه المصايب دي اللي ورا بعض؟ في ايه الموتور؟ ازال؟ ايه العمل؟ دول اتأخروا قوي، ده كان زمانهم وصلوا اسوان مش الفيوم. يا اخي الغايب حجته معاه، يمكن مسكين حب يريح العربية. ما هو ده اللي قطع فيا، لكون حررت الموتور مسكت فيه ويقعد يغني لها رومبا وصامبا. وليه بس الافكار السودة دي يا اخويا يا بشرف؟ نوسة ما تخافش عليها، انا عمها واعرفها احسن منك. اقول لك اطلع انت نام وسيب المسألة دي عليا. اطلع اخويا، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. الو فرانك، فرانك مصر، اديني جريدة الاخبار الفنية. لازم هي دي العربية. الله، مين الاستاذ وحيد؟ ايوه، ومين اللي معادي؟ لازم واحدة من اياهم. اللي ادانا الخبر طلع صحيح مظبوط. رئيس التحرير مش هيعرف يكفك ازاي، طول عمره يقول عليك حظك من السمن. الحق تشكر على مصر. مطرب معروف يختطف احدى بنات الاسر، يختطف احدى بنات الاسر. يا نهار ابوك اسود، وحيد وحيد وحيد. تعال شوف الفضائح، ايه الكلام مكتوب هنا؟ الخبر ده صحيح؟ اهو ده اللي حصل. يا خبر، وهتعمل ايه؟ هو بعد الفضيحه دي في عمل؟ انا عارف ايه اللي وقعنا في المصيبه دي. المصيبه مش هنا، المصيبه ولع لما تعرف الخبر. هتعمل ايه؟ هتقول لها ايه؟ يا سيدي انا مش شايل هم ولع دلوقتي، ولع في فرنسا، ايه اللي هيوصل لها جورنال؟ انا فلوسة وابوها الاستاذ بشرف. وتقولوا للكاوتش فقع في السكه، الموتور عصلك معانا. بالظبط ده اللي حصل يا بابا. اخرسي يا متبجحه يا قليلة القلب، نودي وشنا فين من الناس؟ نقول لهم ايه؟ كانوا بيعملوا بروفه سوا. وحضرتك تقول لي الغايب حجته معاه وتصدقهم لما يوصلوا لنا؟ مش قبل لما تشوفوا حصل ايه يا بابا. هيحصل اكتر من كده ايه؟ دي فضيحه علني. احنا هنوريله الكلب ده خطاف البنات. لكن يا بابا ده ما فيش بابا ولا ماما. غزاله بيه بشرب بيه، اتفضل معايا. صباح الخير بشرف بيه. صباح الزفت والاطران فوق دماغك. بس استنى بس يا بشرف بيه لما اشرح لك الموضوع. الموضوع باين كالشمس بقى يا مجرم، تخطب بنتي بريئه شريفه وتصفرها وياك وينشروا لكم صوره بالكيفيه دي، ولسه عاوز تفهمني ان في موضوع؟ اي موضوع يا بشرف بيه؟ اقسم لك بشرف ان ما حصلش اي شيء بيني وبين الانسه نوسه. اخلص، اللي يخطب بنت بريئه ويلطخ سمعتها يبقى عنده شرف؟ احنا عايزين رد شرف. رد شرف بتاع ايه يا غزاله بيه؟ اذا كنت عاوز تخلص نفسك من الورطه دي وتخلص نفسك من السجن، مفيش الا حل واحد. حل واحد؟ تتجوز نوسه. اتجوز نوسه؟ وتنشر في جميع الجرائد ان الصوره دي اتاخدت بعد جوازكم، وان سفركم من الفيوم ده كان علشان شهر العسل. شهر العسل؟ لكن انا مفيش ولا كلمه. تقبل الشرط ده ولا نخش المحاكم؟ قلت ايه؟ هقول ايه؟ موافق. عظيم،
ودلوقتي هنعمل الترتيبات اللازمه علشان كتب الكتاب. وبعدين نقيم حفله ساهره في السيميراميس اوتيل بمناسبه عودتكم من شهر العسل. بشرف بيه يا اخويا. مبروك. اسم من لسه نضيف. الحمد لله نضيف. مبروك مبروك. مش هتلاقي احسن من نوسة. انت سمعت؟ ايوه الله يرحمك. لو كان عايز يرحمني ما كانش وقعني في المصيبه اللي انا فيها دي. حاول ايه بكره الويل على ما ترجع. بسيطه 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 بسيطه. ازاي انت مش وعدت بشرف بيه انك تتجوز بنته؟ ايوه. طيب اتجوزها. اتجوزها هو ده الحل؟ جاتك البلا في افكارك. حلمك حلمك. اتجوزها النهارده وطلقها بكره. ودي صح؟ طبعا صح. جواز بالاكراه يبقى طلاق بالاكراه. فكر. والله فكره مش بطاله. بس يا رب ولع تتاخر في فرنسا عبال ما الحكايه دي تتنسي. انا قلبي متوغوش يا دونجل. بقالنا 15 يوم من غير اخبار من وحيد. انا خايفه ليكون جراله حاجه. مش كلمتيني 5 ايام بالتليفون؟ ايوه بس ما كانش موجود. كلميه تاني. ما انا طالبه مصر ومستنيه المكالمه. طيب. ميرسي مادموزيل. ميرسي مادموزيل ولا لوكير. الو وي وي ايسي كازينو بالفيدير. الو وحيد علي صوتك مش سامعه. ازيك يا وحيد؟ وحشتني قوي يا حبيبي. انت اللي اكتر يا حبيبتي. ازيك وازاي بريد على حسك؟ انا قريت الاخبار المدهشه وسمعت الاذاعه كلها. ده لازم مهووسين بيك هناك. انا الحمد لله بس مش مضايقني غير بعدك عني. اوعى تكون بتبص لحد غيري. ايه مش سامع. اوعى تكون بتبص لحد غيري. هو ده معقول يا حبيبتي؟ انا زي ما اتفقنا اعمى واخرس واطرش. طمنتني. قول لي يا حبيبي عارضين عليا اجدد الكونترات وشهر كمان بالشروط اللي انا عايزاها. ايه رايك؟ رايي تقبلي من غير تردد. دي فرصه ما تتعوضش. شهر شهرين ثلاثه اللي تقدري عليه. ترجعي اوعي ترجعي دلوقتي ابدا. انا وحشك وانت كمان. هي من 3 اشهر يا حياتي. اوعي ترفضي. اوعي اقبلي باي ثمن. ما تفكريش فيا ابدا دلوقتي. الو الو المده خلصت. الحمد لله. يظهر يا زنبلك هنفد بجلدنا. سيفيني مادموزيل. ميرسي. دونجل احجز لي مطرح في اول طياره لمصر. مصر؟ ليه هو وحيد قال لك حاجه؟ لا ابدا بس قال لي خليكي شهر شهرين. وبدام قال لي شهر شهرين يبقى لازم ارجع له مصر حالا. يا فرحه ما تم. ايه الدوشه دي يا بت؟ وقت زغاريد ده؟ امال وقت ايه يا سيدي؟ قله ادب. ما تسيب البت تزغرط يا اخي. انت ناسي انه فرحك ده ولا ايه؟ هو صحيح انا عمري ما شفتش فرح بالشكل ده. لا اصلك ما انتش فاهم الموضوع يا استاذ. احنا عملنا الفرح كتامي عشان نفاجئ بيه اصحابنا وما عزمناش حد ابدا زي ما انت شايف اهو. اذا كان كده ده يبقى شيء تاني. لا هو كده على العموم. الف مبروك. الله يبارك فيكم ويحفظكم. عقبال البكاري يا عريس. استاذن انا بقى. شافي حفظ الله يا مولانا. السلام عليكم. اتفضل يا سيدي. اتفضل. السلام ورحمه الله. وانا كمان استاذن يا غزاله بيه. ايه على فين يا عريس؟ مش كنت تقعد مع العروسه شويه؟ ولزومه ايه اللي انتوا عايزينه؟ تم خلاص. انا حابب اقابلها في التياترو. ان كنت واحد على خاطرك ده شيء تاني بقى. المهم بعد التياترو ما تنساش الحفله في سيماغاميز. ها لا وهي دي حاجه تتنسي يا عمامي. مبروك يا عريس. ها عملت بوكيه الورد اللي وصيتك عليه؟ طبعا طبعا عملنا اللازم ونخدمك دايما ان شاء الله في الافراح. شكرا. قول لي وهتقضي شهر عسل فين بقى يا خفيف؟ ده شهر عسل ده شهر بصل. وعلى الله نخلص منه قبل ما ولع تشم ريحته. على كل حال انا رهن الاشاره. اؤمر المأذون موجود. لا مؤاخذه كنت فاكرك لوحدك. لا 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 ما هو لوحده لوحده. اتفضل. في حاجه يا زوجتي العزيزه؟ وحيد انا عارفه انك متضايق من اللي حصل لكن انا ملياش ذنب. متضايق؟ مين قالك ان انا متضايق؟ بالعكس انا مبسوط مبسوط خالص. انا هفرقع من الانبساط. انت هتفرقع صحيح لكن مني دي حاجات ما تستخباش. في البيت ما حبيتش تقابلني. قبل رفع الستار ما رضيتش تكلمني. في الفصل الاولاني ما جريتش ورايا تقول لي كلمات الحب اللي كنت بتقولها لي في البروفه. خلاص ما بقتش قمر الدين بتاع زمان. قمر الدين بتاع زمان اتنيل اتجوز. انت عايزاه يفضل يجري وراكي ليه؟ هو ده اللي مزعلك؟ مين ما كانش يزعل من فصل بارد زي ده؟ انا اسفه يا وحيد. صحيح كنت اتمنى اكون مراتك لكن مش بالشكل ده. وان كان ما عندكش مانع يكون جوازنا صوري لمده معينه.
وبعد كده نسيب. انا مش عارف ازاي اشكرك يا نوسة على رقة شعورك، لكن فكرك بالطريقة دي تتحل مشكلتنا؟ مش انت اللي عايز كده؟ ايوه، بس ارجوك ما تكونيش لطيفة معايا زيادة عن اللزوم، لحسن بعدين حيصعب عليا واغير رأيي. كل واحد وشطارته. ودلوقتي تسمح يا زوجي العزيز، احسن الضيوف في انتظارك. ايوه اتفضل. الو، ثانية واحدة من فضلك. هيا فضل، لسه النمرة مشغولة؟ فضيت يا ستي. الو عبدو، ادي الاستاذ وحيد. انا ولع، وصلت من شوية. الله يسلمك. ايه مش موجود؟ ما تعرفش راح فين؟ السيميراميس؟ طيب كتر خيرك. سيميراميس؟ محبتك يا نسيم، اتمنى لك كل سعادة. متشكرة يا نبيل جدا، عقبالك. انا؟ مفيش امل، القلب اللي اتجرح ملوش دواء غير الكاس. فصحتك وبصحة وحيد اللي طلع اشطر مني. دي اسم، بكرة ربنا يبعث لك بنت الحلال. تفتكري كده يا نوسة؟ أنا متأكدة، عشان أنت تستاهل كل حاجة. نوسة زي عود النرجس. ميرسي يا عم. مبسوطة؟ تعال على ما تكتريش من الحلو. ها؟ يا عالم يا هود، دماغي حطة بذمتك دي مزيكا دي؟ دي ورشة عنابر يا شيخ. يا حلاوتها على ودني، ده أنا لما بسمعها قلبي بيرقص من الفرح. طب ما هو فرح، انا قلت لك حاجه. طب يا اخي لما انت عارف كده بتفرد وشك، ما عايزين نقوله ايه؟ عملنا مخصوص عشان لا ناكل ولا نشرب. يعني بسم الله ما شاء الله هم خلوا حاجه. ولا عريسي بهنا وحيد. انت عايزك في حاجه يا عم؟ نجيب 200 صغير. شوف بقى يا عم، الزواج ده مساله خطيره جدا وعليها مسؤوليه عظيمه. اللي يتجوز اولا لازم ينسى كل شيء، خصوصا الماضي. اطمئن، انا خلاص نسيت الماضي والمضارع والامر كمان. لا لا، الماضي الماضي بس، المضارع ده سيبهولي انا. ربنا يستر. ما تخافش، نوسه بنت جانتي جدا، وانتوا الاثنين لايقين لبعض بشكل غريب. ربنا يحبك، يحبني انا كمان. مفهوم. قول لي بقى. ايوه. وناويين على فين كده في شهر العسل؟ المفروض ان شهر العسل انتهى خلاص. ازاي؟ شهر العسل الشرعي. ايه رايك في الفيوم؟ تاني والتالت ورابع، ده هيساعدك انك تنسى الماضي، ويساعدني انا اني اطمن على المستقبل. قمر الدين. قمر الدين عارف اسم جميل جدا. ودلوقتي ما دام المستقبل جه، الماضي يروح يشوف شغله. قمر الدين، هو العريس ما يرقصش مع عروسته ليله الفرح؟ والله يا قمر، الزمان ايامها ما كانش فيه مزيكا جاز باند. انا كنت عارفه انك هتكسفني، لكن احنا مش اتفقنا على اننا هنظهر قدام المعازيم كان جوازنا جواز حب؟ ايوه. تسمح تفي بوعدك وتعزمني؟ امر لله، دايما تغلبيني يا قمر الزمان. اتفضلي. يا اختي علينا لاقين لبعض بشكل. يا ريت الاحلام كلها تتحقق. العبرة في النهاية، بكرة الفرجة تحلى لما ترجع ولعة. أيوة يا فندم. مين؟ أهلا وسهلا، والله دي أحسن أوضة في الأوتيل. حاضر يا فندم، هي على النيل. طب يا فندم وهو كذلك. تصبح على خير يا حبيبتي. مش هتوصلني لغاية فوق عشان أديلك الهدية اللي أنا جايبها لك معايا؟ يا سلام، وجايبة لي هدية؟ عمرك ما تنسي حاجة أبدا. وأنا عندي كم وحيد؟ أقولك الحق يا ولعة، أنا ما استهلكيش. ما تقولش كده يا وحيد، لو كنت أنت مطرحي ما كنتش نسيتني برضو. طيب تصبح على خير يا روحي. والهدية؟ أبقى أفوت وقت تاني أخدها. أمرك، تصبح على خير. تصبح على خير. طمني، عملت إيه؟ اللي قدرت أداريه النهاردة ضروري بكرة هينكشف. فين نوسة؟ سألتني عنك من شوية، زمانها جوه بتستناك. أنا لازم أكلمها. بس هتقول لها إيه؟ هتفاهم معاها. نور. أهلا وسهلا. إيه اللي رجعك تاني يا أستاذ؟ مش وقت التريقة دلوقتي يا نور. أنا مش عارف أشكرك إزاي اللي أنقذتيني من الورطة اللي كنت حاقع فيها. أنا ما نسيتش الاتفاق اللي بيننا. أهو ده الموضوع اللي أنا جاي أكلمك فيه. تسمحي تيجي معايا شوية؟ نوسة،
أفندم. أنت عارفة إن الظروف هي اللي خلتنا نتجوز، وطبعاً أنت ما تقبليش إن الجواز ده يجني على قلب ملوش ذنب. قصدك ولعة؟ أيوة يا نوسة، دي شركة العمر كله. إحنا شفنا نجاح سوا وشفنا أيام وحشة سوا، عمرها ما خليت بيا، وفوق كده أنا وعدتها بالجواز. وإيه اللي تطلبه مني؟ ولعة ضروري هتعرف بجوازها، وأفضل إنها تعرف مني قبل ما تعرف من حد تاني. وكل اللي أطلبه منك إنك تساعديني، وإذا احتاج الأمر تشرحي لها ظروف جوازنا وتفهميها إن ما حصلش أي شيء بيني وبينك. يا سلام، بس كده يا قمر الدين؟ أنت شدت لي بنفسك إني ممثلة كويسة، وأنا كنت عاملة ترتيبي على كده. أشكرك يا نوسة. تحب ننفذ الاتفاق من دلوقتي؟ لا مش وقته، الناس يقولوا إيه؟ خليها لما يجي الوقت المناسب. ودلوقتي تسمح؟ اتفضلي. الو عبدو، اديني الاستاذ وحيد. نزل من بدري؟ ما قالكش راح فين؟ طيب طيب ميرسي. ست في ايه يا فاطمه؟ في واحد بره عاوز يقابل حضرتك ضروري. مالكيش اسمه ايه؟ اسمه غزاله بيه. روحي قولي الست نايم. قلت له كده قال حستناه. انا عارفه عايز ايه على الصبح ده راخه. يا ميت صباح الفل على عيوني. يسعد صباح. يا الف حمد لله على سلامتك فاطمة. انا لما عرفت قلت لازم اكون اول واحد بيهنيك بسلامة الوصول. وليه التعب ده كله يا غزالة بيه؟ بالله عليكي غزالة من غير بيه، اسمعها مرة بس من بقك غزالة. وبعدين بقى احنا هنرجع الموضوع ده تاني. ما نرجعش ازاي، ده حياتي في الموضوع ده. وما نسيتش بعد غيابي. شوفي بقى، انا فيا كل علوم الارض، انما فيا فضيلة واحدة ما انساش، أعرف أحافظ على العهد، مش زي بعض ناس. ناس مين؟ شيء غريب بقى، أنت لسه ما عرفتيش؟ أعرف إيه؟ شوف الملعون. طب هي دي حاجة تستخبى؟ أنت ضروري كنت هتعرفي في يوم من الأيام. وحياة أبوك يا غزالة بي، أنا قلبي مش رايق النهاردة عشان يحل ألغاز. ميرسي قوي على الورد، مع السلامة. أبدا يا هانم، دي مش ألغاز، دي حاجة معروفة عند كل الناس واضحة زي الشمس، مكتوبة في كل الجرائد. ايه الكلام اللي بقرا ده؟ يعني الفرح امبارح كان فرح وحيد؟ ده كل البلد عارفة بالمغامرة الغرامية اللي بين وحيد ونوسة. انما اللي بستغرب له ازاي امكن الملعون ده انه ياكل عقل بنت اخويا بشرف. تصوري، ده كان ليلاتي ديها تحت الشباك يغني لها مواويل، اتدوشنا قلنا مفيش فايده نجوزها له ونخلص كده. امال الحب ما فيهوش هزار. انا ايه اللي مخليني مرمي تحت رجليك باستمرار؟ الحب. ايه اللي مخليني رهنك شرطه؟ الحب. ستي في ايه يا فاطمه؟ الاستاذ وحيد على التليفون. وحيد؟ قولي له مش موجود. ولا اقول لك هكلمه. الو وحيد. ايوه يا حبيبتي، ازاي ما اصبحتي؟ سالت عليكي مرتين قبل كده قالوا لي نايمه، ما حبيتش ازعجك. اشكرك قوي على اهتمامك ده. لا مش خارج، البيت مفتوح، اتفضل. جاي دلوقتي؟ اهلا وسهلا. افتكر انصحب انا بقى يكون احسن. لا 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 بالعكس، انا يهمني وجودك خالص دلوقتي. انت تعرفي انا دايما تحت امرك. سعيد يا فندم. يا ولعه ولعه. ست ولعه نزلت يا استاذ. نزلت؟ دي لسه مدياني معاد. ايوه عارفه، وقالت لي اعتذر لك لان كان وراها معاد وكانت ناسياه. طيب ما قالتش راحت فين؟ والله ما قالت ليش. معلش هبقى اتصل بيها بعدين. عملت ايه زنبلك؟ مفيش فايده، قلبت عليها الدنيا، محدش عارف ولع فين. وانا كمان من ناحيتي ما خليتش مطرح في البيت، عند الكوافير، عند الخياطه. انا خايف يا زنبلك لا تكون عرفت حكايه نوسه وعملت في روحها حاجه. يا شيخ فالله ولا فالك. الو الو فاطمه، انا وحيد، الست رجعت.
هي كلمتني من بره وقالت لي انها مش هتقدر ترجع عشان معزومه للادي في كباريه النجوم. استاذ وحيد تسمح من فضلك يا فندم؟ لا مؤاخذة، تسمح تمديلي. حاضر يا ستي. ميرسي قوي، انا مشكره جدا. العفو يا استاذ وحيد. اهلا اهلا. فين ام النوسه؟ في البيت. انا حزعل منك، هنبتدي نسهر لوحدينا ولا ايه؟ انا ونوسه عمرنا ما كنا مع بعض يا غزاله بيه، وانت سيدي العارفين. بكره هتغير فكرك، العشره بتعمل كتير. اتفضل. اشكرك، اصلي عندي معاد. معاد؟ هو هيكون مع ولعك اذا كان ده يرضي فضولك. ايوه مع ولعك كده. ده انت بقى ضيف الليله. لانها هي ضيفتي كمان. ضيفتك؟ ما تخافش، انا عم نوسة في البيت. بس اما بخصوص جوازك انا ما جبت لهاش سيرة. سيداتي، آنساتي، سادتي، يسر إدارة ملهى النجوم أن تعلن عن مفاجأة الموسم، إذ تقدم لكم الليلة وكل ليلة الراقصة العالمية ولعة. ولعة؟ مش ممكن، أنت تم الاتفاق ده؟ علمي علمك. استريح استريح أستاذ وحيد، أنت ما كانش عندك خبر ولا إيه؟ ولعة؟ أجيب لك كاس حالا.
أهلا مشرقة مبدعة مذهلة. ميرسي يا غزال. ولع. وانت ايه رأيك يا أستاذ وحيد؟ انت فين يا روحي؟ طول النهار بدور عليك. أبيك لقيتني. ما قلتليش ايه رأيك في رقصي؟ ازاي يا ولع تتفق معاهم هنا؟ المصلحة اللي دفعوهولي ما سمحليش أبدا إني أرقص. طيب مش كنت بس على الاقل تاخدي رايي؟ رايك ليه وانت كنت بتاخد رايي في اللي بتعمله؟ يا جماعه ده مش وقت اسرار. اتفضل يا استاذ. اتفضل استريح يا حبيبي استريح. لا مؤاخذه يا غزاله بيه، قبل كل شيء احب اتفاهم مع مدموزيل ولعه بخصوص العمل. اذا كنت عايز تتفاهم معايا بخصوص العمل يبقى اتكلم مع غزاله بيه خطيبي. ايه خطيبك؟ انت ما بلغتش يا استاذ؟ ولي عظيم الشرف. ميرسي يا غزاله. ما جبتش مراتك معاك ليه يا أستاذ وحيد؟ كانت بقت سهرة عائلية لطيفة. مين اللي قال؟ ويهمك إيه مين اللي قال؟ هو ده يغير شيء في الموضوع؟ طبعاً ده يغير كل حاجة. الجوازة دي تمت غصب عني. كده؟ عايز تفهمني إن العروسة خدتك غصب عنك عند المأذون وفي إيدها المسدس؟ أحلفك بإيه يا ولع ده اللي حصل، وغزالة بقى يشهد بكده. مش من مصلحتك يا أستاذ وحيد إنها تعرف الظروف المخجلة اللي تم فيها جوازك. الظروف المخجلة دي من اختراعك أنت. صدقيني يا ولع الأدلة كلها ضدي أنا عارف، لكن أنا عمري ما فكرت إني أخوني. واحدة من الفرقة طلبت مني أوصلها عند أبوها، العربية تعطلت منا في السكة اضطرينا نبات فيها، ذنبي إيه في ده كله؟ أنا ما بلومكش يا وحيد، كونك تتجوز ده من حقك، وكوني أنا أخته ده من حقي برضه. يا ولع ما تقوليش كده، حتى نوسة مستعدة تأكد كلامي. يعني ضروري نوسة تكون ضحيتك قبل الجواز وبعد الجواز؟ يا غزالة بين من فضلك أنا. مفيش داعي للكلام، اللي فات مات، إديني شمبانيا يا غزالة، دي حفلة. أستاذ وحيد لو أنا نسيت أدي لك الهدية اللي جبتها لك معايا، ده يثبت لك إني كنت بفكر فيك تمام زي ما أنت بتفكر فيك. عفارم عليك مدهشة، خبر خطبتنا كان مفاجأة مزعجة لوحيد. بصحتك بصحة اليوم اللي خطبتنا تكون حقيقة، ما تكونش مجرد تمثيل علشان يغيظ بيه واحد صاحبه. ما تنساش انا ما وعدتكش بشيء يا غزاله بيه. انا عارف انما انا مش قاطع الامل في صحه الامل. في صحه الامل. ولع بي ولع ولع ما راحت مني. هتكس كمان كس. ويا ولد هات الازازه وقعد لعبني المزه ترجع. يا في المزه يا عمر؟ الساعة 2 يا بيه والمعاد فات ولازم نشطر. طيب ليه؟ ما تخافش اني هديلك اوفر تايم. هاكل لك زرفة يا بيه. الله يخليك. هات ازازه بقى. خليك على كيفك بقى، اجيب لك ازازه قوي. حافظ الساعة 3 بالليل وما جاش. لازم تعذريه يا نفسي، هو اليومين دول مش في حالته الطبيعية. أنا ما قلتش حاجة، بس فكري مشغولة عليه. دي تاني ليلة يبات فيها برا. أقول لك الحق، دي كانت غلطة من الأصل. ما كنتش عارفة إن النتيجة هتكون كده. تعست نفسي وتعست غيري. ما تكبريهاش قد كده، بكرة الأمور كلها تتصلح. هو ده برضو اللي كنت بفكر فيه. ضروري أقابل وحيد عشان أشوف طريقة. وحيد 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 وحيد. الجوازة دي تمت غصب عني، انا ماليش يد فيها. أبا وحيد قوم اسحب كوباية مية نوسة وحياتك. مين زنبلك؟ وحيد انت عامل في روحك كده ليه بس؟ انا قابلتها امبارح يا زنبلك، كل شيء بينا انتهى. خد شرب مية. خد نوسة. انت قضيت الليل بتقوله هنا يا وحيد؟ ايوه. وليه ده كله؟ احنا بينا اتفاق ما كانش يحوجك لكده، وانا مستعدة اروح لولعة وافهمها على كل شيء. ما فيش داعي دلوقتي يا نوسة. ليه؟ انا غلطت غلطة ومستعدة اصلح. انا كمان غلطت معاك يا نوسة، وجودنا مع بعض هيسبب لك تعاسة وليا كمان. الحل في ايدينا، ممكن نوفر على نفسنا متاعب كتير لو الحل اللي بينا يتم النهاردة قبل بكرة. ما تكونيش متضايقة يا نوسة. ما فيش حاجة ممكن تغير اللي بينا يا قمر الدين. Thank you.
سيدي زنبالك صباح الخير. صباح الخير. جرى ايه يا فاطمه؟ ما بتسمعيش جرس ولا ايه؟ اصل كنت سيدتك صحيت ولا لا؟ لا لسه نايم. صحيها، عاوزه حالك. ما اقدرش اصحيها، ده راجع في وش الفجر. اذا كان قلبك جامد خش صحيها. طيب ولعة. الو مين؟ انا زنبالك. زنبالك؟ ازيك يا زنبالك؟ مش هزقته لك امبارح؟ هو مين؟ صاحبك. ولسه يا ما حوريك. مالكيش حق، انا عارف الحكاية من اولها واقدر اقولك انك غلطان. غلطانة غلطانة، مين اللي يشهد العروس؟ وانت كمان طلعت كذاب، انا مش عايز اكلمك. يعني الحق عليا اللي حبيت اراعي شعورك وما خليكيش تنجرحي؟ الله، انا مش قفلت التليفون. انا هنا في الاوضه جنبك. ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ جيت اقولك ان وحيد طلق. بعد ايه؟ بعد ما هزقني قدام كل الناس. ما كانش قصده يا ولعه، وبرضه وحيد ما يهونش عليكي، دي عشره طويله. هو اللي نسيها مش انا. بالعكس، ده هو حب يستر على نوسه بعد الصور اللي اتنشرت في الجرايد. صدقيني ما فيش اي علاقه بينه وبينها. ما تتعبش نفسك يا زنبالك، انا اديت كلمه ومش مستعد ارجع في كلام. روح قوله كده. وعدنا مفيش من وراه غير النكد. هو ده اللي انا عايزه. انت حر. مش رضا، مدهشة، مبدعة. انت المهم ابعد مني. احنا طالعين نلعب شوية فكرة. ما كنت تيجي تسأل ويانا يا استاذ؟ والله انا عمري ما لعبت يا غزاله بيه. دي لعبه لذيذه وبسيطه ونعلمها لك. تعال تعال ما تلاقيها يا ابن الحلال. احنا مالنا ومالهم، ابعد عن الشر وغنيله. ما تفلقنيش يا زنبالك، سيبني اعمل اللي انا عايزه. عايز تروح روح انت. جرسون اما اشوف هنا يا هم. جرين 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 هنا على زين طرطين كارت كارت. ماشي يا مدام. انا كيس 50 جنيه هنا الوقت. 300 جنيه 8 عندنا 150 جنيه في البنك. مين يغطي 10 جنيه هنا؟ 10 هنا؟ فاضلين 100 جنيه. مين 100 جنيه؟ بانكو بانكو هنا. بانكو هنا البي 100 جنيه. غزالة بي؟ في كارت. بونسوار مدموزيل. ميرسي. بس. المرالي عندي 9. اسمه بي؟ لا لا مش هيلعب. مين هنا؟ اللي معمولين 200 جنيه 200 جنيه. مين اوصل 300؟ ايه وحيد بي؟ ما تجرب حظك. لا متشكر، انا مش جاي هنا عشان العب يا غزاله بيه. مالكش حق، انت نسيت المثل اللي يقول لك تعيس في الحب سعيد في اللعب. انا مطرحك تفوتش الفرصه دي ابدا. انا واخد بالي برضو، انت سيد من يعرف ينتهز الفرص. ظريف. وايه رايك تحب تاخد طارك هنا؟ والله انا اسف يا غزاله بيه، ان ما كانش معاك فلوس انا سلفك. احنا مش غرب دلوقتي. طبعا طبعا، بس انا قلت لك مش جاي هنا علشان العب. لا معذور، اللعبه كبيره عليك، انت مش قد الخساره. ها 250 جنيه. 250 جنيه. مين يكمل يا بهوات؟ كي كومبليت 250 جنيه. يلعبوا يلعبوا شويه. مين 20 مين 30 مين 50؟ يلعبوا يا بهوات. بانكو سولو. عال قرأت يعني. كارت يا بيه، كارت يا بيه. هدي لك ورقة يا أستاذ وحيد. كارت. أنا عندي بكرة. كارت يا بيه، عندنا بكرة. خمسة، ورقة حلوة. خمسة. خمسة. سبعة في البنك، البنك يكسب. كيس. في موبايل. اديني 500 جنيه من فضلك. 1000 جنيه تحت يا سعادة البيه. بانكو سولو. بانكو سولو للبيه هنا، كل واحد يشيل فلوسه. أستاذ وحيد. ما ده الموبايل. بانكو سولو للبيه هنا. كارت استاذ وحيد. اتفضل ورا يا بيه. تفضل. 8 8 9 في البنك. بومباردمون. البنك يكسب برضه. 9 في البنك. عندنا 2000 جنيه تحت يا سعاده البيه. 500 هنا. 500 جنيه. مين يلعب 2000 جنيه؟ 500 جنيه هنا. 200 هنا. 100 جنيه هنا.
بانكو 200 كمان. بانكو سولو سويفيل 2000 جنيه البي هنا. وحيد في بانكو سولو. بانكو سولو كارت. بس بس كل واحد يشيل فلوسه. كارت. اتفضل يا بيه. ادي لك كارت. 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 وادالك دو يا بيه. ونفضل ستة. تكسب يا بيه. عندنا 4000 جنيه. 4000 جنيه صح. ما يهمش انا اقبل شيك. كارت من فضلك. بانكو كارت ال 4000 جنيه. كارت ال 4000 جنيه. اتفضل ورا يا بيه. ادي لك كارت. 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 عندنا دو. ادالك 7 بكرات كومبلي. جر يا بيه. عندنا اس. اس بول. اس هربان. انا بزياده عليك الليل. اسمع عندنا 8000 جنيه يا سعاده البيت. فاص الامان. اتفضل يا سعاده البيت 8000 جنيه. بقى واحد ينرفزك بكلمه وانت عارف مقصده الخبيث، تقوم تورط نفسك الورطه المنيله دي. ودلوقتي العمل ايه؟ والله مانيش عارف حاجه ابدا يا زنبلك، خصوصا ما عنديش 8000 جنيه اغطي بيهم الشيك اللي كتبته على نفسي. يا خبر اسود، هو انت كتبت شيك من غير رصيد؟ ده اللي حصل. وقعتك سودة. هو انت عارف معناه ده ايه؟ طبعا نيابة وتحقيق وحجز على التياترو، ومين عارف يمكن تنتهي بالسجن. طب والعمل؟ مفيش عمل ولا حاجة، انا لازم احترم امضتي. بكرة من الصبح ادور على واحد يشتري التياترو. ايه؟ انت هتبيع تياترو؟ هو ده الحل الوحيد يا زنبلك، لكن بخصوص افراد الفرقة مفيش حاجة هتتغير بالنسبة لهم، ده هيكون اول شرط من شروطي مع المشتري. الله يخرب بيتك يا غزالة يا سي زفت. يا ترى الاستاذ وحيد عايز مننا ايه؟ والله علم علمك انا حاولت استفهم من زنبلك، قال لي دلوقتي نعرف. على الله. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا جماعه. اللي هقوله لكم النهارده يعز عليا خالص. انا غلطت غلطه كبيره وخدت على نفسي تعهدات مش قادر اقوم بيها، ومضطر بكل اسف علشان اغطي مركزي وحافظ على اسمي اني ابيع المسرح. لا مسرح. ما تخافوش، لكن بالنسبه لكم ان شاء الله ما فيش حاجه هتتغير ابدا. ان سبت الفرقه يا استاذ احنا كلنا معاك. ايوه كلنا. احنا لا يمكن نشتغل من غيرك يا استاذ ولا ايه يا جماعه؟ ايوه. اشكركم، انا عارف ان ده شعور كل واحد منكم، وانا اشكركم من كل قلبي، بس كونوا متاكدين ان العشره اللي بينا مش ممكن حنساها ابدا، ومين عارف يمكن نتقابل تاني. وعلى العموم الاستاذ زنبلك هيفهمكم على كل شيء. خير يا استاذ. يا جماعه نوسه. صحيح اللي سمعته يا وحيد؟ ايوه. ايه اللي حصل بينك وبين عمي امبارح؟ مفيش داعي للمساله دي يا نوسه. ازاي؟ انا صحيح ما بقتش مراتك، انما ده ما يمنعش اننا نفضل اصدقاء. متشكر يا نوسه، انما دي مساله شخصيه. انت خسرت كام امبارح؟ 8000 مليم؟ جنيه. بسيطة، معاك منهم كام؟ ولا حاجة. برضو بسيطة، الأوبريت الجديدة بتاعتك هتغطيهم، وأنا مستعدة أشتغل ببلاش وأفراد الفرقة كمان. متشكر يا نوسة، بس كل ده مفيش منه فايدة، برضو المرة دي الظروف جددت. مش الظروف، المرة دي عمي، أنا عارفة كل حاجة، وعارفة إنه سبب في كل اللي حصل، لكن أنا مش فاهمة، أنت ليه عايز تسيبه يغلبك؟ ما غلبني خلاص. ليه؟ عشان 8000 جنيه يجوا من تحت الارض، عشان ولعه لسه بتحبك، وزي ما خطفها منك اخطفها منه. انت ما اتعلمتش مني؟ وحيد. ايه يا زنبلك؟ خلاص، احنا قررنا باجماع الاصوات اننا ينعيش سوا ينجوح سوا. تعجبني يا زنبلك. ما على فكرك يعني نسيب الفرقه كده بعد شزرا مزرا؟ مش ممكن. نوسه انت معاكي كام؟ اقدر ادبر لكم 100 جنيه. عال، واحنا جمعنا 200 يبقوا 300. خلاص، اللي فاضل مبلغ بسيط. اللي فاضل هو فاضل كام؟ مش كتير، حاجة بسيطة، 7700 جنيه. أيوه. الأستاذ وحيد موجود من فضلك؟ أنا وحيد، اتفضل.
انا جاي من طرف غزاله بيه. ايوه الاوراق موجوده يا استاذ، والتياترو قدامك، اتفضل. تياترو؟ تياترو ايه؟ انا جاي اسلم حضرتك الشيك ده. شيك؟ الله، ده الشيك اللي انا مضيته امبارح. انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه. ما تعمليش عبيطه، معناها ايه انه غزاله يرد لي الشيك؟ تمنه ايه؟ عايز افهم. اذا كنت جاي بيتي عشان تهني اتفضل اخرج بره. مش قصدي يا ولع، اذا كنت وعدتي بشيء قوليلي. التفاهم بيني وبينك مفيش منه فايدة، غزالة حر يعمل اللي هو عايز. يا ولع أرجوكي كمان مرة ما تخليش نتيجة غلطة ماليش أي ذنب فيها تكبر أكتر من كده. أنا لسه ما قطعتش العشم إن سوء التفاهم اللي بيننا يزول، بس ما توجديش بيني وبينك اللي مش ممكن يتصلح. ما تحاولش يا وحيد ترمي غلطتك على غيرك، أي واحدة مطرحي كانت عملت اللي أنا عملت. أنت حرة، وعلى كل حال ما تقدريش تقولي بعد كده إني ما حاولتش المستحيل معاكي. أما بخصوص ال 8000 جنيه فتقدري تعتبريهم دين عليا. مدهشة، مبدعة، عرفت ازاي تربيه؟ مؤكد ان بعد النهاردة مش هيخوتنا تاني يا روحي. ارجوك يا غزالة بي، انا نفذت طلباتك ورجعت له الشيك، وانا كمان هنفذ اتفاقنا واتجوزك، ودلوقتي من فضلك مع السلامة. امرك. زيادة. الرقص له فن، له اصول، مش بس هز وسط. انتهت البروفه، بكره بروفه الساعه 10. يا استاذ زنبلك، انا قلت لك عايز رقاصه كويسه، عايز احسن رقاصه. انت عارف نجاح الاوبريت بالنسبه لي معناها ايه؟ ايوه عارف. 8000 جنيه ينسحبوا على الايرادات، بس اعمل ايه؟ ده الموجود. شوف لي طريقه، انا عايز احسن رقاصه قلت لك في البلد. روح. انا فاهمه يا زنبلك، هو عايز ولع. يا ستي اجيبها له منين؟ دي خلاص هتتجوز. لسه ما اتجوزتش. افهمي، لو كانت عايزة ترجع كانت رجعت من زمان. احنا الستات نفهم بعض، وحيد معرفش يدافع عن نفسه، متهيألي ان في حلقة مفقودة، وان شاء الله الليلة حلقيها. حتلاقيها فين بس؟ في طريق الفيوم. ايها احنا اللي اخذنا الصورة دي. تقدر تقولي يا استاذ كنتوا رايحين الفيوم ليه؟ عشان ناخد الصورة دي بالذات، ده خبر مهم. وازاي عرفتوا اننا هنكون في طريق الفيوم؟ واحد اتصل بينا بالتليفون واكد لنا ان احنا هنلاقيكم هناك. ما تعرفش اسمه ايه؟ ما قالش يا فندم، انما اول ما اتكلم الفيوم طلبتنا. الفيوم؟ ايوه يا فندم. طيب بتشكر. العفو يا فندم. هنستنى يا فندم. تفتكر التليفون اللي جاي من الفيوم من مين يا ترى؟ من عمي غزالة. ايه؟ هو كده زي ما بقولك. شوف الخبيث، يا ترى وغرضه من كده ايه؟ معرفش، المهم اننا نرجع ولع الوحيد. طبعا. اسمع، انت دلوقتي تروح طيران لعمي غزاله وتجيبه تحت باطك على اساس اني انتحرت وبطلع في الروح، ويا تلحقوني يا ما تلحقونيش. طب وايه الفكره في كده؟ بعدين هتفهم، بس اعمل زي ما بقولك. طب وانت هتعمل ايه؟ ما تخافش، انا هوضب كل حاجه. يلا يلا اجري. اسرع، اتحرك يا زنبلك. اعمل ايه يا غزاله بيه؟ اطير يعني؟ ازاي نوسه تعمل في نفسها كده؟ احمد ربنا اللي ما شربتش الازازه كلها، دي كانت طلعت روحها. تفهم بقى؟ بشرب بيه يا اخويا، كان فين ساعتها؟ مش عارف، دورت عليه في كل حته مش لاقيه. يا اخي خليه يتحرك الحنطور بتاعك ده. اطير اهو. افتحي. ما تتعبش روحك يا نبيل، انت بتشك فيا لكن انا بريئه. يوسف حبيبتي، مالك؟ سلامتك بعد الشر. عمي سيبني، انا لازم اموت، نبيل بيشك فيا، سيبوني اموت. بس فهميني، كلميني. انا عمك، الذنب ذنبي، انا اللي كنت السبب في كل اللي حصل. عندك حق ترفض انك تتجوزني، لكن اثبت لك ازاي انه ما حصلش حاجه بيني وبين وحيد. ما حصلش حاجه ازاي؟ والصحفيين اللي شافوكوا في طريق الفيوم، والصور اللي اتنشرت في الجرايد، والدوشه وكلام الناس. كل ده كلام فارغ. الصحفيين اللي بتقول عليهم دول انا اللي جايبهم. انت؟ ايوه انا. انت يا عمي، وليه تعمل كده؟ قلت تتجوزي انت واتجوز انا. انما سامحيني يا حبيبي. تسامحك يا مجرم يا خراب البيوت. مين؟ ولع؟ ايوه ولع، دي الطريقه اللي اخترعتها عشان تفرق بيني وبين وحيد. خليني اشرح. تشرح لي ايه بعد اللي سمعته؟ انت اللي زيك يستاهل الحرق. انا عملت كده عشان بحبك. حبك برص. ما تاخذنيش يا عمي، انت جبت الراحه كلها. نوسه يا جماعه، ستاره بعد ربع ساعه. يلا بينا عشان نلحق. يلا ستاره؟ مفيش ستاره، انا هحرق الستاره. من حسن الحظ الشيك لسه في جيبه. اتفضل.
استاذ وحيد. مين؟ علام بيه؟ اهلا وسهلا. انا جاي اهنيك على افتتاح الاوبريت. اشكرك خالص، بس المهم انها تعجبك. انا متاكد انها تعجبني، وعلشان كده احب يكون ليها الافضليه اذا نويت انك تبيع هو وضعها في فيلم سينمائي انتجه انا لحساب شركتي. المهم انها تعجبك، وانا يحصل لي الشرف اني اتعاون معاك. الف شكر استاذ وحيد. ستاره. ايوه حالك كده. طيب استاذن انا بقى، وان شاء الله نتقابل بعد السواريه علشان نتمم الاتفاق. ان شاء الله. انا شاكر خالص. ميرسي، مع السلامه. فين مصطفى؟ انت بتعمل ايه في كل شيء؟ ستاره. نوس ازاي حظهر قدامه بعد ما حصل واحنا لسه ما تفهمناش؟ الحب مش محتاج لتفاهم، لما هتشوفوا بعض هتصفر القلوب. يا رب. ستاره، ستاره. اسمع افندم. اقفل بالمفتاح على الرقصه. دلوقتي ادي جنابه. خير ان شاء الله؟ في حاجه بيه؟ تسمع يا استاذ، اتفضل معايا الاسم. ليه؟ بخصوص ايه؟ عشان نعمل تحقيق بخصوص الشيك ده. وحيد، 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 خبر مدهش، خبر مفرح. المنتج السينمائي المشهور علام بيه عاوز يقابلك يا صاحب العزه. اتفضل. مبروك. الف مبروك. انا ما شفتش في عمري كده، ده شيء فوق التصور. الاتفاق المبدئي اللي بيننا اصبح نهائي. ادي شيك ب 10,000 جنيه علشان ننتج فيلم يكون ختامه الاستعراض البديع ده. ايوه ايوه الاتفاق. انت نسيت الاتفاق ولا ايه يا ابني؟ لا انسى ازاي؟ كل حاجه نسيتي. ايوه دي ارض ساعتين. علمك علمك اهو، ادي المبلغ المطلوب. بخلي الباقي علشان البيه. بتقول ايه؟ زمبلك اعمل اجراءات لازم اوصل البيه للباب. طبعا عايزك يا باشا. ايه عليك اللعنه؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي يا حبيبي. انت اللي رجعتي لي وحيد. انا عمري ما خدت وحيد منك. وحيد كان جنبي صحيح، لكن قلبه كان معاكي، وده اللي خلاني اعرف ان اللي حبيته فيه كانت الشهرة بس. ولع ولع، ده اسعد يوم في حياتي. وانا كمان يا وحيد. وانا كمان. وانا كمان.